ضيفنا اليوم مثل ولا يزال يمثل المرجعية الدينية الوسطية الحكيمة التي تتصف بها الكويت في المحافل الدولية والمحلية وكذلك المؤسسات العلمية والخيرية والدينية والاجتماعية، الشيخ الدكتور خالد المذكور، أستاذ كلية الشريعة في جامعة الكويت، هو علم من أعلام الفقه الديني والتنوير الديني، وضيفنا اليوم لكي نناقش معه موضوع الفتوى في الإسلام وما يتصل فيها في عصرنا الحاضر. حياك الله أبو خالد. دكتور خالد، جزاك الله خير وتشرف بوجودك معي فيه. أشكرك على الله يعني ما تفضلت فيه. الله هذا ما أقل مما تستحقه، يعني أن يعيننا وإياك لما يحبه ويرضاه إن شاء الله. جزاك الله خير شيخنا. موضوعنا إذا ناخذه أولا بالتأصيل التاريخي الإسلامي، ثم نذهب إلى التطبيقات الآنية اللي نريد أن نصل لها. الإسلام كدين سماوي أنزل من عند الله سبحانه وتعالى له جناحان أساسيان: الكتاب المقدس القرآن الكريم، والحديث النبوية الشريفة، والسنة النبوية الشريفة. هناك الفتوى في الإسلام، أين تقع كمرجعية؟ يعني هل المرجعية للقرآن، المرجعية للأحاديث، المرجعية للفتاوى التي تخرج من المجتهدين؟ نريد تأصيل لموضوع الفتوى في الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الفتوى مذكورة في القرآن الكريم، ويستفتونك قل الله يفتيكم. قل الله يفتيكم، قل الله يفتيكم. نعم. بالإضافة إلى هذا، أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن قضايا كثيرة، ولذلك ذكر القرآن الكريم: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون. فالفتوى والسؤال عن الفتوى موجودة، هذا كتأصيل أولي، في المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي وهو القرآن الكريم. المقصود في الحديث يسألونك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كان الوحي يقول نعم يسألونك. نعم، يسألونك ويجيب وينزل الله سبحانه وتعالى الإجابة حتى يجيبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. نعم. وبالتالي المصدر الأول للفتوى وللتشريع هو القرآن الكريم. المصدر الثاني هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة في اللغة معناها الطريقة والمنهج، لكن في التعريف الشرعي للسنة إن هي ما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وإذا يعني إذا نظرنا إلى كتب السنة، كتب الأحاديث الصحاح مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم، والسنن سمى سنن أبي داود وسنن ابن ماجه وسنن الترمذي، والمسانيد كمسند الإمام أحمد ومسند أبي حنيفة وموطأ الإمام مالك، كلها من مأخوذة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إما قولا أو فعلا أو تقريرا أو تقرير. تقريرا. القول كما هو موجود، يعني قال يروي بالسند مثلا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. والفعل أن يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا ثم يقول مثلا: صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني بس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم منقولا عن أحد. لا، فعل الرسول فعله هو. هي. اي بس احد نقل، يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فعل كذا وفعل. نعم، كذا. نعم، وقال صلوا كما رايتموني اصلي. نعم. وفي الحج قال خذوا عني مناسككم. نعم. والتقرير يعني هو الاقرار، ان يرى الصحابه يعملون او يفعلون شيئا فيقرهم عليه.
لا يمنعهم منه، فسكوته صلى الله عليه وسلم عن فعل يفعلونه الصحابة معنى إقرار منه على أن هذا الفعل مباح وجائز. لو كان حراما أو كان منكرا لنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أبو خالد عندنا هذان المصدران الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك عندما انتهى الوحي وانتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، أصبحت هناك قضايا موجودة في عصر الخلافة الراشدة لم تكن موجودة من قبل، إذا ما فيها فعل ولا قول. هنا الصحابة سواء من الخليفة الراشد أبي بكر الصديق إلى الخليفة عمر بن الخطاب إلى الخليفة عثمان إلى الإمام علي بن أبي طالب الخليفة الرابع، كانوا يجمعون الصحابة ثم بعد ذلك يتناولون الرأي فيما يتعلق بالقضايا المستجدة التي لم يرد فيها نص في القرآن أو في السنة، استناداً إلى الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى بأمور دنياكم. هذا يعني قول قد يكون يعني فيه يعني كلام عند علماء الحديث غير مؤكد. إيه نعم، لكن أولاً هم جمعوا القرآن الكريم، نعم، وكان في عهد أبي بكر، ثم تم جمعه على قراءة واحدة في عهد عثمان، نعم، ومن ثم انتهوا من هذا، تمت كتابة السنة بعد ذلك وأصبحت يعني موثقة، نعم، والقضايا العصرية يكون فيها ما يتعلق بمبادئ وأسس الشريعة وقواعد الشريعة الإسلامية، نعم، ويستنبط منها ما تستنبط منها الأحكام من الأحكام، ويستنبط كذلك ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في القرآن من شبيهاتها أو من مثلها، نعم، من قضايا معاصرة، نعم. طبعا لما نأخذ مبادئ الشريعة الإسلامية، نعم، وأسس وقواعد الشريعة الإسلامية، هذه يعني ثروة كبيرة، نعم، من يعني أمور قد يعني تكون عامة لجميع الأديان، نعم، من الإنسانية والسلام والحرية ورفع الحرج والعدالة نعم، و يعني حاجة الناس إلى أمور كثيرة، ولذلك وضعوا القواعد بعد ذلك. المبادئ الإنسانية، نعم، كلها، نعم، تضمنتها الشريعة. نعم، النقطة اللي كنت أريدك يعني أن تفتينا فيها، بعد مثل ما تفضلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وتدوين القرآن والأحاديث النبوية الشريفة واستحداث طبعا الأمور في العصور اللاحقة لعصر النبوة، من هو المخول أيضا شرعا أن يستنبط؟ يعني هناك قوانين تسن في الدول الإسلامية، أنا أتكلم عن الدول الإسلامية، وتستهدي وتسترشد بالقرآن والسنة كمصدر من مصادر التشريع مثل عندنا بدستور الكويت، وهناك دول مصدرها الوحيد هو القرآن. طيب هذه القوانين نظمت، لكن هناك أيضا من يتصدى للإفتاء من خارج إطار التكوين القانوني للدول، نعم، فبرأيك من هي الجهة الموكل إليها قضية الإفتاء؟ هل الدولة أم كل رجل دين قرأ له مثل الكتب اللي أمامنا وأصبح يفتي؟ إذا تكلمنا عن عالمنا المعاصر واقعنا الآن، نعم، نجد أن كثيرا من الدول جعلت هناك مفتي معروف يسمى إمام أو يسمى إمام الإسلام أو مفتي الدولة، أو مفتي الدولة مثل مصر والسعودية من عهد العثماني، نعم، إلى يعني الآن في مفتي في المملكة العربية السعودية، في مصر، نعم، في سوريا، في الأردن،
يسمى المفتي يعين ولي الأمر. نعم يعين نعم الحاكم. نعم يعينه ويكون درجته يمكن درجة وزير أو أكثر من وزير. نعم نعم. وهناك مؤسسات جماعية. نعم. يعني مثلا الأزهر الشريف في نعم. مصر منذ قدم يعني صار له يمكن أكثر من 1000 سنة. نعم. وكان هناك شيخ يسمى شيخ الأزهر ويعين هذا الشيخ نعم. الأزهر وكان ينتخب. أي. وكذلك هيئات للعلماء بالإضافة مثلا إلى المفتي هناك هيئات وهناك مجامع إسلامية كثيرة. نعم. كمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. نعم. مجمع رابطة العالم الإسلامي. بل تطور الأمر إلى وجود كذلك لجان مختصة ليست يعني عامة وإنما تجمع المختصين في أي قضية من القضايا مع الفقهاء. مثلا عندنا في الكويت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية. نعم. هذه تجمع الفقهاء مع الأطباء في قضايا الطب المعاصر. وهناك قضايا اقتصادية تناقش كذلك من قبل الاقتصاديين ومن الفقهاء. هناك قضايا اجتماعية، هناك قضايا تربوية. نعم. كل هذا الآن موجود يعني موجودة في عالمنا الإسلامي. نعم. إما أن تكون عامة وإما أن تكون متخصصة في تخصص معين تعالج من قبل الشريعة الإسلامية وتعطي الحكم الإسلامي في خلال هذه المنظمات أو هذه اللجان. نعم. وإذا اختلف الرأي في مسألة ما بين لنفترض في مصر يعني بين المفتي مفتي الديار المصرية والأزهر الشريف كان لهذا رأي وهذا رأي، هل المسلم هناك يتبع أي من الرأيين ولا حرج عليه؟ عند المفتين طبعا هم لا يفتون لوحدهم يعني ليست قضية اجتهادية فردية. نعم. وإنما يستعين المفتي بلجان موجودة. نعم. وهذه اللجان هي التي تقرر هذا الأمر ثم المفتي يشترك معهم ويجتهد معهم وقد يأخذ هذا بالرأي الأغلبية. نعم. أي. ولذلك هنا ساد ما يسمى بالاجتهاد الجماعي. نعم. وهو أولى وأفضل من الاجتهاد الفردي لأن نعم. الاجتهاد الفردي اجتهاد فرد. نعم. إنما الاجتهاد الجماعي يخضع لعدة عوامل. العامل الأول أن هذه القضية التي يريدون بحثها قد تؤصل بأبحاث تكتب فيها. نعم. ثم بعد ذلك تناقش هذه الأبحاث ثم يمكن تأتي لجنة مصغرة. نعم. دقيقة مختصة تناقش في هذا المجال. نعم. ثم بعد ذلك يؤخذ الرأي بالأغلبية. نعم. ثم ينشر بعد ذلك من الذي ينشره أو من الذي يعلنه أو يأخذ به قد يكون المفتي. نعم. الذي وضع وقد يكون مؤسسة دينية أخرى مؤسسة كما هي عندنا في الكويت. نعم. يعني عندنا في الكويت هيئة الفتوى. نعم. راح أكمل معك. نعم. من هذه النقطة إذا تسمح لي حضرة المشاهدين فاصل ونستكمل بحثنا مع الشيخ الدكتور خالد المذكور بموضوع الفتوى في الإسلام، تابعونا رجاء. نستكمل معكم حضرات المشاهدين بحثنا لموضوع الفتوى في الإسلام مع الشيخ الدكتور خالد المذكور. في حال وجود خلاف أو اختلاف في الرأي يعني يمكن في مرات نادرة يكون لهذه الجهة رأي ولهذه الجهة رأي آخر، أنه لا حرج على المسلم أن يتبع أي من ما يقتنع فيه ولا يتوجب عليه أن يتبع أمر معين يعني؟ لا يتوجب عليه ما دام المسألة مسألة اجتهادية. نعم. اختلف فيها الرأي وكل مستند إلى أصول إسلامية مصادر التشريع كتاب والسنة وما يتعلق بهذا الأمر، لأن طبعا المفتي سواء كان فتوى جماعية أو فتوى فردية. نعم. إنما تصدر من مختص ويؤخذ فيها كذلك حالة المستفتي. نعم. سواء كان المستفتي جهة أو فرد. نعم. يشوف حالته لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنا لما مثلا أنا لست خبيرا مثلا في الطب فلما يجيني طبيب يسألني عن قضية طبية
مثلا أو عن قضية اقتصادية أو حتى عن قضية تربوية، أنا لست مختصا. نعم. فبالتالي أتبين منه يصور لي المسألة تصويرا جيدا. نعم. حتى أستطيع أن أحكم فيه، وبالتالي قد تختلف الفتوى من فرد إلى فرد ومن بلد إلى بلد. نعم. وهذا له كذلك مرجعه في التاريخ الإسلامي. نعم. الإمام الشافعي رحمه الله وهو الفقيه الوحيد الذي تنقل في عدة بلاد. نعم. كان عنده مذهبه القديم في بغداد يسمى المذهب القديم. نعم. ولما ترك بغداد العراق وذهب إلى مصر واستقر بها رأى البيئة تغيرت. نعم. والأسئلة التي تأتي غير الأسئلة التي تأتي في بغداد، مختلف. المجتمع مختلف، فكان له فتاوى أو مقالات تسمى المذهب الجديد. نعم. فدائما يقال ذهب الشافعي في القديم. نعم. وذهب بالجديد لاختلاف البيئات. يعني ممكن يكون رأي هنا ورأي هناك. نعم. لنفس الشيخ الشخص. نعم. نعم. نتيجة لاختلاف البيئات، لاختلاف الظروف، لاختلاف الزمان، لاختلاف المكان، لاختلاف السؤال. نعم. الذي يطرح أمام يعني أو يستفتى فيه المفتي، وهذا من يسر الإسلام أيضا. نعم. ولذلك يؤخذ بالاعتبار هذا كله. يعني نحن يعني المفتين لا يقنع المفتي بأن يسأل سؤال ويطالع بالكتاب أو يفتح الكتب القديمة، لا، يسأل عن واقع حياته، عن حياته المعاصرة، ويأخذ بالقضايا المستجدة المعاصرة. ماذا قال مجمع الفقه الإسلامي في هذه القضية؟ قضايا كثيرة يا أبو خالد، قضايا يعني سياسية، قضايا الأمة، قضايا في ما يتعلق أخلاقية اجتماعية إعلامية اقتصادية. نعم. طبية بشكل يعني كبير جدا. إذن ممكن أن يجتهد شيخان كل واحد في موقعه، يعني شيخان بس يكونون يعني من المختصين، من المختصين. نعم. المفوضين يعني. نعم. شيخ الأزهر ومفتي. نعم. او غيرهم من المشايخ مثلا، او غيرهم من المشايخ. هني انا على غيرهم المشايخ، انا هذه نقطتي. اي نعم. اولا يعني هل اختلاف المشايخ يجب من خارج المؤسسات التي تعينها الدولة او تعتبر مرجعية من الدولة؟ هل اجتهادات المشايخ تجب الآراء التي تصدر عن مثلا دار الإفتاء أو تصدر عن الأزهر؟ أن مدام هناك شيوخ خارج هالدائرة يقولون رأيك يا الأزهر في موضوع مثلا فوائد البنوك أو فوائد اللي تسمى البنوك الربوية. نعم. في ناس يختلفون معها، يعني المسلم وين يتبع؟ أي هو عادة إذا كان الاجتهاد جماعي، إذا كان الاجتهاد جماعي تتوفر فيه كما قلت أبحاث، تتوفر فيه مناقشات، تتوفر قرارات أو توصيات، هذا أرجح بأن يؤخذ منه أحسن من رأي الفرد. لا بس الأزهر مثلا مو مؤسسة فردية، وأنا أعرف أن في خلاف كبير قاعد يصير في الأمة الإسلامية وفي العالم الإسلامي في موضوع فوائد البنوك. أي. الأزهر له رأي، وجهات أخرى كثيرة لها رأي. هو في الحقيقة يعني قيادة المرأة للسيارة. أيام الشيخ محمد سيد طنطاوي رحمه الله. نعم. كان هذا رأيه فقط، وليس رأي الأزهر، ليس رأي مجمع البحوث في الأزهر. نعم. وليس رأي الفقهاء المشايخ، كان هذا رأيه فقط، وهو. نعم. رأي فردي. ايه. وقد نوقش كثيرا في هذا، نوقش في مجمع الفقه الإسلامي، نوقش في رابطة العالم الإسلامي، نوقش في قضايا كثيرة في هذا الأمر، فهو رأي فردي. أما الرأي الجماعي الذي ينتج عن يعني رأي
مثل ما قلت لك يعني يبحث القضايا ويؤصلها ويناقشها ويكون هناك لجان وقرارات، هذا هو أولى بالاتباع، أولى أرجح من رأي الفرد، أرجح من رأي الفرد. وإن كان أبي أرجع له نقطة بس كنت بطرح وياك مسألة أخرى. الأحكام تصدر، كثير من الأحكام تصدر عبر المؤسسات القضائية المحاكم، ويجوز أن يكون لمثلا بعض الأئمة أو شيوخ الدين آراء أخرى تغاير ما نطق به الحكم، يعني في مسائل كثيرة، سواء الأحوال الشخصية أو مسائل المنازعات يعني التجارية وغيرها. هل هذا يكون مدعاة لأن الفرد المسلم يقول لك أنا ما علي من الحكم اللي صادر من المحكمة، أنا ما أخذ رأي شيخ دين؟ حكم القضاء ملزم، ملزم بغض النظر عن بغض النظر حكم القضاء ملزم. نعم. أما رأي المفتي ولو كان يعني جماعيا غير ملزم. كيف رأي المفتي؟ نعم. أنت تسألني الآن سؤال، نعم، أجبتك الإجابة، نعم، وقد يعني تذهب إلى مؤسسة أخرى أو إلى مشايخ أخر أو إلى فرد آخر وتطمئن إلى فتوى. نعم. فأنت مخير بأن تأخذ هذا، لكن تأخذ عن مختص أي، وليس عن غير مختص، بس لا تخرج عن حكم قضائي. لكن الحكم القضائي، نعم، ملزم بهذا الأمر. إذن شيخ، ما الذي يفسر أن مثلا أحكام الإعدام في مصر بالذات، نعم، احنا نتكلم عن مصر لأنها هي العريقة في مجال مثل ما تفضلت، نعم، مؤسسة دينية عمرها، نعم، 1000 سنة، نعم، اللي هي الأزهر الشريف. أحكام الإعدام يعقب المفتي على حكم القضاء أن تحال الأوراق الحكم إلى المفتي، هل يستطيع المفتي في هذه الحالة أن لا يقر حكم الإعدام هو ولا ينفذ الإعدام إلا بإقراره؟ هو رأي المفتي كما أعلم في مصر، أولا ما يرجع إلى الأزهر وإلى مؤسسات الأزهر في أحكام الإعدام القضائية، نعم، يرجع إلى المفتي، نعم، والمفتي تبع لوزارة العدل، نعم، فالمحاكم هناك ترجع إلى هنا، ويستأنس برأي المفتي، نعم، يعني يستأنس برأيه الشرعي اطمئنانا، لكن إذا وافق المفتي يرجع إلى القاضي مرة أخرى، قد يأخذ برأيه وقد لا يأخذ برأيه سلبا أو إيجابا، فالمرجعية النهائية للقاضي. أي، نعم، نعم، نعم. وكذلك الحال في الدول الأخرى مثل يعني المملكة العربية السعودية، فيها محاكم شرعية وفيها هيئة الإفتاء. نعم. يعني هل هيئة الإفتاء أيضا تقول رأيها بالأحكام ولكن يؤخذ بالأحكام؟ نعم، لا يمكن تختلف المملكة العربية السعودية باعتبار أن قضاءها وكذا يعني مأخوذ من الشريعة الإسلامية. نعم. يمكن قوانين موجودة في مصر معظمها يعني مثل قوانين الكويت، يعني احنا ماخذين القوانين الوضعيه من مصر، نعم، واصولها من يعني القانون المدني او ما الى ذلك من فرنسا، نعم، لكن يعني المملكه العربيه السعوديه هي من اصل تاخذ بالشريعه الاسلاميه. نعم. مثلا عندنا بالكويت احنا الافتاء مناط بوزاره الاوقاف، صحيح، إدارة تابعة لوزارة الأوقاف اسمها إدارة الإفتاء، هي إدارة تنفيذية، نعم، لكن الأعضاء هيئة الفتوى مستقلين في فتاويهم، ليسوا تابعين لوزارة الأوقاف، ليسوا تابعين، بعضهم يعني بعضهم كخبراء في الموسوعة الفقهية، نعم، أنا عضو في هيئة الفتوى لست تابعا للأوقاف، أنا في جامعة الكويت. اي، انا نقطتي مو في العلاقه العضويه، نقطتي انا كفرد مسلم اريد ان اخذ فتوى في بلدي من جهه معينه، ومثل ما اتفقنا احنا بتسلسل الطرح بان الدوله هي صاحبه الحق في اسناد الفتوى الى اي جهه، نعم، فمثلا عندنا بالكويت الفتوى المفترض انها مسنده الى هيئه الفتوى، نعم، كهيئه رسميه او هيئه معتمده، نعم، صح.
الآن يروح لها المستفتي مثلي وغيري ويسألها عن مسألة فما تفتيه يعتبر هو الرأي الراجح في هذه الدولة. نعم نعم ما تفتي به هذه نعم. حتى لو كان رأي الهيئة يعترض مثلا على سلوك معين، أسلوب معين في اللباس مثلا أو في قيادة السيارة أو غيره، يعني الشائع هو ما يجري بين الناس. نعم. ولو جاءت هيئة فتوى قالت لا يجوز للمرأة زوجتك أو بنتك أن تقود سيارة على سبيل المثال. نعم. هذا شو يسوي؟ لأن مثل ما قلنا أن فتوى المفتي ليست ملزمة. أي. فتوى المفتي ليست ملزمة. نعم. وإنما القضاء هو الملزم. أي. أي نعم. ولذلك يعني كثير من قضايا تأتي إلى هيئة الفتوى ويسألونها، ثم يذهب صاحب السؤال إلى الأزهر، يذهب إلى هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية، يأخذ آراء أخرى، فبالتالي قد يعني لا يأخذ برأي هيئة الفتوى. نعم. وإنما يأخذ برأي آخر يعني. نعم. من بلد آخر، يقول أنا والله أخذ برأي الأزهر، أخذ برأي هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية، أخذ برأي المفتي مثلا في الأردن. هذا من واقع يعني عالمية. نعم. الفتوى متسع، لأن الفتوى ليست ملزمة. نعم. وإنما هي يعني اطمئنان القلب. أي. إلى أن يعني يمكن يمنع أهل أن يسوقون سيارة لأن هيئة الإفتاء في المملكة العربية السعودية تمنعها. تمنع وهو مقتنع بها. مع أن هيئة هو مقتنع بها. أي. وبعدين طبعاً يعني الآن يعني قد تختلف الفتوى في قيادة السيارة. نعم. لكن لا زال حتى الآن في الإدارة في المملكة العربية السعودية يمنعون. نعم. قيادة السيارة، حتى يمكن كما سمعت مجلس الشورى. نعم. أي أعتقد رفض قيادة السيارة. نعم. للمرأة. لا أنا يعني هو على سبيل. نعم. المثال طبعا. نعم. لأن الأمثلة كثيرة ولكن. نعم. هذا من الأمثلة البارزة. نعم. راح نكمل شيخنا الفاضل بس بعد الفاصل. حضرات المشاهدين فاصل ونكمل بحثنا مع الشيخ الدكتور خالد المذكور لموضوع الفتوى في الإسلام، تابعونا رجاء. نتابع معكم حضرات المشاهدين طرحنا لموضوع الفتوى في الإسلام مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المذكور. صارت عندنا موضة تسمى أو البعض يطلق عليها فتاوى الفضائيات وفتاوى هذه الموبايلات. نعم. وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. كل يوم طالعنا واحد بفتوى متعلقة في ويكون عنده أتباع أو متابعين، خاصة الفولورز هذيل المتابعين اللي يوصون بالملايين. نعم. قال لك والله قال الشيخ الفلاني وقال العلامة الفلاني وقال المفتي الفلاني. نعم. بقضايا مثيرة للجدل يعني. نعم. مثل قضية رضاعة الكبير. نعم. على سبيل المثال، واللي أحدثت ضجة يعني في العالم. نعم. العربي. نعم. بين مستهزئ وبين متندر وبين. نعم. متعجب، وهناك فتاوى كثيرة يعني. نعم. لم يسمع بها من قبل. هذه مو محدثة قلق أو ألا تحدث قلق في الساحة الاجتماعية في العالم الإسلامي؟ أبو خالد، أقيم مؤتمران، مؤتمر. نعم. في الكويت. نعم. ومؤتمر في المملكة العربية السعودية. نعم. حول الفتاوى الفضائيات. فتاوى الفضائيات. أي. وفتاوى. نعم. الشبكات العلاقات الاجتماعية. نعم. وكانت التوصيات كالآتي. نعم. اللي أوصى فيها المؤتمر أن هذه الفتاوى يجب أولا أن تصدر عن المختصين، مثل ما تفضلت. نعم. أنت بدأ. نعم. الحديث عن المختصين،
ويعرف أنه يعني مختص وتخصص دقيق في الفقه المقارن أو في الفقه والأصول، أو حتى لو كان في العقيدة أو في التفسير والحديث، لكنه من المشايخ الذين يعرف أنهم من المختصين، والذين يعرف أنهم في الحقيقة يعرفون دقائق الشريعة الإسلامية وقضايا الواقع المعاصر، لا يغفلون يعني عن الواقع المعاصر وما فيه من قضايا ومستجدات. هذه واحدة. الشيء الثاني أنه لا يجوز أن يؤخذ بالفتاوى الشاذة أو الأقاويل الضعيفة. نتيجة لهذا الأمر، مثل رضاعة الكبير. رضاعة الكبير في الحقيقة اختلط فيها الحابل بالنابل. هو بحثت، وهذا رضاعة الكبير بحديث للرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، أن أحد الصحابة، إحدى الصحابيات جاءت وقالت إن يدخل علينا واحد اسمه سالم من الصحابة، يدخل علينا ووجدت في نفس زوجي شيء، غيرة، لأنه هو شاب أو في مرحلة الشباب، فقال ارضعيه، يقول لها الرسول صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يذهب ما في صدر زوجك، يعني من الغيرة أو ما إلى ذلك، فأرضعت. بعض الناس افتكر أرضعت بمعنى أنها كشفت عن صدرها وجعلته يرضع، وهذا لا يتصور أبدا. بس هي ترضعه وهو يعني في هذا السن، اي ترضعه يعني ترضعه المفروض ترضعه هو قبل السنتين، اي هذا قول. والقول الثاني رضاعة الكبير، ما هو الكبير؟ هل هو الكبير في السن رجل بالغ؟ هل هناك في حاجة لرضاعته؟ المفتين قالوا حتى الموظف اللي في الدوام، لا لا هذا المفتين الفضائيات، نعم هذا هني، هذه اللي أدخلت البلبلة والغريب في الموضوع. شنو تفسير الحديث اللي تفضلت فيه؟ والله يسلمك، هذا الحديث موجود في صحيح البخاري، لكن تضاربت الأقوال فيه، حتى من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نحن لا نريد أن يدخل علينا أحد ولا أن نرضى أحد. لا، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالتالي رأي جمهور الفقهاء أنه يكون في خلال الحولين، لقول الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد اليوم أن يتم الرضاعة، اللي هما سنتين. نعم، يعني سنتين، ويمكن لمن أراد أن يتم الرضاعة، قد ترضعه سنة، قد ترضعه ست أشهر أو أقل. نعم، وبالتالي الرضاعة هذه خمس مرات هي التي يعني تنبت اللحم وتنبت العظم، يعني هذا إذن الرضاعة لحاجة النمو. نعم، وليست لإطفاء الشهوات. يعني يبقى مسألة، نعم، وهذه المسألة موجودة عندنا في الكويت. نعم، وأنا كذلك عضو في الرعاية الاجتماعية والأسرية لوزارة الشؤون الإسلامية والعمل، مجهول النسب. نعم، هؤلاء إذا كانوا في سن طافوا سن الرضاعة، 4 سنوات 5 سنوات، نعم، رعتهم أسرة، ثم بعد ذلك حتى لا تتحرج الأسرة أن تكون يعني بعد أن يكبر ويبلغ، وبعد يعرف أن هذه ليست أمه وهذه ليست أبوه وهذه ليست أخته، أو ما فيقع في حرج، فقلنا جائز أخذا من هذا الحديث أن ترضعه ولو بعد السنتين. ولو بعد السنتين، أي ولو بعد السنتين، مو مسألة مثل ما الناس يضحكون في الشو الإعلامي والقنوات الفضائية إن موظف زميلته عشان تحله وكذا لا، وبعدين المسألة إنها ترضعه
بمعنى أنها تعطيه من لبنها. إيه مو شرط من صدرها. لا لا. هو من صدرها لكن ما تضعه في حضنها وتكشف صدرها وكذا. نعم. حتى يكون هذا الأمر موجود. نعم. هذه موجودة. نعم. ولذلك هذه القضية تناولها الفقهاء من هذه الناحية للضرورة. وهذا من الضرورة. الضرورة لمثل مجهول النسب. لمجهول النسب. مثل ما قلت يعني الآن لو أنت الحين أسرة تريد أن يعني تحتضن طبعا التبني في الإسلام حرام ما في تبني. نعم. لكن تريد أن تحتضن وترعى طفل أو صبي مجهول. أي آية اللي تحرم التبني شيخ؟ ما جعل أدعياءكم أبناءكم. هذا يعني في سورة الأحزاب. نعم. أي يعني لا ليس التبني وإنما الرعاية. لم ينسب موضوع التحريم في قصة زيد ولما قضى لا فلما زيد ولذلك لما قضى زيد منها وطرا. ولذلك تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعرف أن زيد ليس ابنه زينب. حتى يعرف أن زيد ليس ابنه. بس لم يعلن الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم التبني قطعا لأن كان قبل نزول الإسلام. نعم. قبل نزول الإسلام كان في تبني موجود. أي. وكان يسمى زيد بن محمد. أي. فلما نزلت هذه الآية فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك يعني تزوج زينب. نعم. لأن أصلا الوالد لا يتزوج زوجة ابنه بس بعد ما طلقها طبعا. بعد, نعم بعد ما طلقها فبالتالي تبين أنه ليس ابنه. نعم. بس بعد الرسالة. أي بعد الرسالة. طيب نروح لقضية أخرى مثلا وهي نعم. الأخطر في موضوع الفتاوى الخارجة عن سقف الدولة وخارجة عن سقف المنطق. مفتين الإرهاب يشقون من التاريخ الإسلامي أحداث حصلت مثل حرق بعض في حالات الحرق اللي لجأ لها بعض الخلفاء لبعض مرتكبي الكبائر ومثل قطع الرؤوس وأصبحوا يغسلون أدمغة الشباب بالانضمام إلى المنظمات الإرهابية أو الجماعات الإرهابية مثل داعش وغيرها بحجة أن هو يأخذ فتوى من هذا الشيخ. هنا يعني هذا يمثل خطر كبير لأنه يشتق من التاريخ الإسلامي أحداث. يقول لك من قال لك إنه يعني بالإسلام ما حدث؟ لا حدث في زمن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وحدث في زمن كذا وفي زمن كذا قتل وقطع وغيره. كيف تعالجون مثل هالمسألة لأن كثير من الشباب ينخرطون ويروحون ويرتكبون جرائم يرتكبون فظائع في الآخرين. نعم. بحجة أن أفتى لهم شيوخ الإرهاب. نعم. أولا يعني هذا ما طرأ على كثير من قضايا الجهاد في الإسلام يسمونه الجهاد. وإذا رجعنا حتى في مصطلح الجهاد في الموسوعة الفقهية نعم نجد كيف يكون الجهاد في الشريعة الإسلامية. نعم. وما هي ضوابطه ومن يعلنه وشروطه ومن يعلنه في هذا المجال. ثم بعد ذلك في قضية وهي نزلت بعد أن رأى الرسول صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب وهو في موقعة أحد عندما جاءت هند بنت عتبة. نعم. وكانت أو قم أصيب بسهم. نعم. وشقت بطنه. شقت بطنه وأخرجت كبدة. وأخرجت كبدة ولكتها. فتألم الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الإسلام أن يؤخذ بمثل ما أخذ به. نعم. نعم. فنهاه الله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. نعم. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. نعم. فبالتالي شفى قلب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يمثل بهذا الأمر. نعم. وكان في الماضي إذا اشتد القتال بين أي فئة من الفئات كان الإسلام يعني المسلمين مخيرين. نعم. بين بالأسرى إما أن يسترقونهم
أو يطلقون سراحهم بمقابل، أو إذا وجدوهم فيهم نكاية على المسلمين وفيهم مثل تمثيل أو من ذلك يقتلونهم. نعم هذا موجود، المعاملة بالمثل. لا بس في حين في ذلك الحدث في ذلك الوقت في ذا احنا نتحدث معقول الحين بيغزو لهم هنا دول هنا الآن عندما يأخذون مثل ما قلت قضايا تاريخية من غزوات أو من سرايا أو ما إلى ذلك، ويدعون أن في قطع الرؤوس ولا في الحرق أو ما إلى ذلك أو السبي أو ما إلى ذلك، هذه انتهت القضايا الآن. نعم. الآن الدول في مواثيق دولية. نعم. وفي يعني أمم متحدة وفي منظمات دولية. نعم. تعالج مثل هذه القضايا. نعم. فلا يخرج عن مثل هذه القضايا بحجة ما حدث في هذا. نحن الآن يعني مثل ما قلت يعني عندنا، هل عندنا القوة كدول إسلامية أو كعالم عربي ولا ليست عندنا هذه القوة؟ عندنا المفروض قوة الوعي، لأن هؤلاء المفتين هم ينتمون إلى هذه الدول. قوة السلاح. ها قوة السلاح. أي وقوة السيطرة وما إذاك. لا حنا المستعمرين، وحنا اللي يعني علينا هذه الأمور. لكن أنت الآن تواجه أمم. نعم. تواجه خطر، تواجه حرب. إذا كانت الحرب كانت بالسيف وتطورت بعد ذلك، الآن في طائرات وفي صواريخ أو ما إلى ذلك. نعم. أنت تجني عليها وأنت ضعيف. لا الأنكى من ذلك أن يعني مثلا داعش تحتل مدينة في داخل العراق أو في داخل سوريا. نعم. وتمثل في رعاية بشر. نعم. رعاية نفس الدولة. نعم. هي. نعم. محتلة جزء من هذه الدولة، والله هذا مسيحي وهذا أزيدي وهذا كذا. نعم. وهذا أخذ سبايا وهذا أبيع بسوق النخاسة، يعني كأنها ملهات. نعم. نعم. بس هؤلاء حطبها البشر يعني. لا يعرفون شيء من الشريعة الإسلامية، ولا يعرفون شيئا من تدرج الشريعة الإسلامية، ولا يعرفون ضوابط، ولا يعرفون شيء. يعني شيخ ليس بالضرورة ما حصل في زمن ما لا وفي وقت ما بالتاريخ الإسلامي أن نعيده. لا تغيرت الظروف تماما. نعم. والشريعة الإسلامية وفق التغير زمان والمكان وما إلى ذلك. نعم. ووفق ما يتعلق بهذا الأمر بين مد وجزر. نعم. يعني عندك محنة الأندلس. نعم. وما حدث فيها فلسطين وما حدث فيها، نكبة سوريا الآن. نعم. فاقت نكبة فلسطين. أكيد نكبة سوريا ونكبة اليمن واليمن ونكبة والآن العراق. ليبيا والعراق وما. نعم. إلى ذلك. هذه. نعم. قضايا يجب أن تحسم. نعم. في الحقيقة يجب أن ينظر إليها العاقل الفقيه بميزان العدل. نعم. ويساء استخدام الدين مع الأسف. مع الأسف والإرهاب كله باسم. نعم. الدين وباسم وأنا الله. وأنا خالد يعني لا أستبعد أن تكون هناك بواعث ودول أخرى تلعب بما يسمى داعش أو غيرها. صحيح. قد يكون بعضهم أخذتهم الحماسة والعاطفة المشبوبة وما إلى ذلك وأسلحة، وقد يكون بعضهم أغراهم المال، وقد يكون بعضهم بفراغ، وقد يكون بعضهم فعلا يعني يعاني من دولته بطالة، يعاني من دولته فقر، يعاني من دولته ظلم. صحيح. يعاني من دولته سجن، يعاني من دولته إن دولة يعني فيها قمع وحديد. نعم. ولذلك يبي يعني، وبالتالي يكون هناك رغبة أخرى، وهناك بعد أوروبيين معاهم. نعم. أوروبيين معهم قد يعني يكون هناك نوع يعني من الشعور النفسي اللي بس يبي يظهر ويبرز. مأجورين ومرتزقة. نعم. مع الأسف. نعم. فبالتالي يعني استغلوا استغلال، أو في الحقيقة يعني كانت لهم فرصة، دول الكبرى كانت لهم فرصة بأن تكون داعش هي البعبع الذي يخوف العالم العربي والإسلامي، وأداة لتنفيذ مخططاته. أداة لتنفيذ مخططاته. إحنا نأمل دائما أن يعني الإسلام والمسلمين ينفعهم الله
بعقول وبنزاهة شيوخ دين أمثالك دكتور خالد المذكور، وإحنا نأمل إن شاء الله أن السادة المشاهدين استفادوا من هذا الطرح. الوقت يحصل، فشاكر لك شيخ المشاركة. مثل ما قلت يعني جهد المقل. لا العفو، الله يسلمك، كلك بركة دائما. حضرات المشاهدين، حاولنا مع فضيلة الشيخ الدكتور خالد المذكور أن نحيط بقدر الإمكان في موضوع الفتوى في الإسلام، لكي نصل إلى خلاصتنا بأن على الشباب أن ينتبهوا إلى خطورة الفتاوى الشاذة والفتاوى المنحرفة عن أصول الشريعة والدين الإسلامي، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الإرهابية، وقنا الله جميعا منها. أشكر مرة أخرى الشيخ الدكتور خالد المذكور على مشاركته، أشكر لكم متابعتكم، انتظرونا في لقاءات أخرى من برنامج مفكرة، وإلى اللقاء.